دونك هاد الندوه كانت تجي تمهيديه قبل الاشغال ديال المؤتمر. قلت ان هذا المؤتمر كاين في سياق اللي اليوم المغاربه كله تيعرفوه، اللي هو سياق ديال الهجوم على الحريات الديمقراطيه على المكاسب الاجتماعيه، وبالتالي حنايا والاطاك المغربيه هي واحد جزء من هاد يعني اللي كتعاني من بين المنظمات اللي كتعاني من الحصار ومن التضييق، لان هاد الندوه كان المفروض تكون او تنعقد في علال يعني قاعه حلال فاسيليا قاعه عموميه، ولكن في اخر لحظه تاخرت السلطه عن طريق اولا رفض تسليم يعني تسلم الاشعار ديال المؤتمر، ثم التضييقات اللي مرتوا اللي تسدات في المنعنا العملي فعليا من انعقاد هاد الندوه. دونك حنايا اليوم في المركز في المقر ديال المركزي للجمعيه المغربيه لحقوق الانسان كنعقدوا هاد الندوه اللي هي الافتتاحيه، وفي نفس الوقت حنايا هاد الندوه الافتتاحيه واحد تنبغيو نزيدوا نتواصلوا فيها مع الناس مع المنظمات مع كاع المهتمين بقضايا النضال ديال الشعب المغربي. المفروض ينعقد هذا المؤتمر اولا قبل كل شيء في قاعه عموميه، واللي خدينا اصلا ترخيص مكتوب، ومع الاسف انه التعقيدات ديال السلطه حالت اننا نديروا هذه الندوه الافتتاحيه في جلسه عموميه، وهذا الشيء ماشي معزول طبعا، هو واحد السياق عام ديال الهجوم على الحريات العامه وعلى تضييق العمل على الصحافه الحره وعلى الصحفيين بشكل عام، وحنا تنفهموا هذا الشيء انه ايضا حتى التضييق ديال هذه الحريات ما مفصولش على السياسات العامه اللي تتنهجها الدوله، لان هي في نهايه المطاف واحد السياسه التراجعيه لا تخدم منهم في اسفل السلم الاجتماعي، تتخدم هذوك الناس اللي في اعلى السلم الاجتماعي، وبالتالي باش تكون هذه الامكانيه ديال الاستمرار ديال هذه السياسات غتطبق هذه السياسات وتنفذ، اكيد انها غادي تثير واحد العدد ديال الاحتجاجات وواحد الاشكال ديال الرفض لها، وهذا الشيء بالضبط علاش ان الدوله تضيق الحريات العامه.